السلام عليكم، رمضان كريم، الصحه والسلامه ان شاء الله وكل ما كنتمنى والتوفيق والنجاح. بالنسبه لرمضان كندوزو كباقي المغاربه، يعني كنحاول بالنهار انه تكون شويه ديال الرياضه، من بعد الفطور كنمشي للجامع، من بعد الجامعه كندير صلاه الرحم مع الاصدقاء مع العائله، ولكن بعض المرات كتكون بعض الاطلالات في الاستوديو اللي كنكون كنحضر بعض الاعمال الموسم الجاي. يعني هذا هو البرنامج ديالي في رمضان. الجديد ديالي هو أغنية صورت على شكل فيديو كليب بعنوان بنت الباترون. لقيت واحد يعني واحد الحركة إيجابية، واحد التواصل بينه وبين الجمهور الكريم، ولقيت واحد التفاعل أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد الحمد لله كاين مجموعة ديال الإطلالات اللي غتكون إن شاء الله في المملكة وحتى خارج المملكة أيضا، سهرات ومهرجانات في المغرب وخارج المغرب، وكما كيعرف الجميع أنه الصيف كتكون الحركة الفنية يعني بسرعة أكثر وإيجابية أكثر، يعني كتكون واحد الحركة أكبر فنية في موسم الصيف. بالنسبة للمباراة ديال الوداد ولا ديال البركان، كنتمنى من كل قلبي النجاح والفوز اليوم، لان اكيد دابا ولا موضوع ديال الرايه، يعني ولاو كيمثلوا المغرب، فاكيد المغاربه كلهم قلبهم مع هاد الفريقين، اللي كنتمنى ربي النجاح لهم ان شاء الله والفوز.